أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 أن قادة العالم بذلوا جهودا كبيرة في إطار مواجهة قضايا التغير المناخي والتكيف. وخلال كلمة له ضمن فعاليات كوب 27 أضاف شكري أن مختلف الدول ملتزمة ولديها الإرادة لمواجهة التغير المناخي من خلال تقديم المزيد من الدعم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات. إن نظام الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه لمكافحة التغير المناخي والأمين العام هو تجسيد هذا العمل. السيد الأمين العام وفريق رئاسة كوب 27 وهيئة UNFCCC يستمرون في مناقشتهم، وتم إحراز المزيد من التقدم، ويتضح لنا أنه في هذه المرحلة المتقدمة من عملية كوب 27 لا يزال هناك من القضايا التي لا زالت مفتوحة والتي يتم مناقشتها بين الأطراف. في 7 و 8 نوفمبر التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا للجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته، وهذا يؤكد أن الدول ملتزمة ولديها الإرادة بتلك القضية وقدمت تعهدات والمزيد من الالتزامات لدعم مكافحة المناخ، وهذه الالتزامات تحتاج أن يتم تنفيذها. وبالأمس واليوم كنت أحضر المشاورات بين الأطراف المختلفة واشتركت في المناقشات المباشرة مع الأطراف المختلفة.